بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أبدأ الحقيقة في موضوع الحفريات في منطقة وادي حلوة. هناك أكثر من نفق يحفر، مدخل هذه الأنفاق يبدأ من عين سلوان التاريخية، وفي منتصف شارع وادي حلوة هناك ملتقى لهذه الأنفاق. أنا شخصيا زرت هذا المكان واطلعت على الحفر المستمر حتى اللحظة الذي نتحدث فيها الآن. هناك آلات ومستوطنين وجمعيات استيطانية ومقاولين من الحكومة الإسرائيلية يقومون بعملية الحفر. هذا الحفر أدى سابقا إلى انهيار صف دراسي في وكالة الغوث في المنطقة، انهيار بالشارع الرئيسي في المنطقة المجاورة لجامع سلوان وعين سلوان التاريخية، وتشققات في منازل المواطنين. وهذا الأسبوع شهدنا انهيار في حي بيدون في منطقة وادي حلوة، اللي للعلم يقطنها 7000 مواطن مقدسي. ما نشر عبر كتيبات إسرائيلية قاموا بتوزيعها من قبل بلدية الاحتلال أن المنطقة خالية من المنازل الفلسطينية بالكامل، يمنع اللي بتشكل حوالي 40% من مقبرة باب الرحمة، يمنع الآن الدفن فيها، وهناك نقطة أمنية دائمة تلاحق أي جنازة إذا أرادت الدفن في هذه المنطقة. جديدا أضافوا منطقة اللي هي التلة اللي في مدخل المقبرة من جهة باب سباط. حسب ما هو مخطط وما ينشر أنه ستكون نقطة للجسر الهوائي اللي بيخططوا لإقامته على شكل تلة فريك من حي الطور إلى منطقة باب سباط، مرورا على الجدار الشرقي للمسجد الأقصى المبارك وحتى باب المغاربة، غرفة زجاجية إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك. نرفض أيضا جملة وتفصيلا أي محاولات لسن وتشريع أي قانون سواء كان في الكنيسة أو في غيرها له أي مساس بهذه الشعيرة وبهذه العبادة التي هي من حق المسلمين، وهي شعيرة من شعائر المسلمين، وأن أي تعرض للأذان أو المساجد هو عدوان مباشر وصارخ على المسلمين وعلى حقهم في العبادة وعلى حريتهم في أماكن العبادة وحريتهم في الوصول إليها. وبالتالي ما يصار حول قضية الأذان وحول قضية الضجيج، من كان يزعجه الضجيج الذي يزعم أنه صادر من الأذان فبإمكانه أن يرحل من هذه الأرض ويترك هذه الأرض للأذان ولمن يؤذنون ولمن يصلون.